السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أسمر للطبخ. اليوم رح نقدم لكم الفريطوملات بالطونة معشوقة الجماهير. ما كاش منا اللي ما يحبش الفريطوملات، أكلها سريعة وسهلة ولذيذة جدا، يحبها الكبير والصغير. الفريطوملات اليوم رح نقدمها بطريقة سهلة جدا ومبسطة. تبعوا معايا وشوفوا الخطوات كيفاش نخدم. بسم الله على بركة الله نبدأ. عندي كمية من البطاطا المقلية، عندي شوية معدنوس، وعندي علبة تاع طماطم، عندي زوج حبات تاع البيض، وعندي شوية ملح وشوية فلفل الكحل. هذه المكونات. بسم الله، نكسر زوج حبات تاع البيض في صحن غامق كما راكم تشوفون. نبدأ الأولى والثانية. راح نضيف الحبة تاع طماطم. انا اخترت الطون طماطم على خاطر حيزيد لنا بنه في الفريت اومليت، وكان دينا الطون تاع الزيت على خاطر الزيت راح نضيعوه. حنا نسحقوا لاصوص تاع الطون طماطم. راح نضيف قرصه تاع الملح وقرصه تاع الفلفل الكحل. راح ناشيو المعدنوس، نقطعوه رقيق رقيق رقيق، يكون رقيق مليح ناعم جدا، واللي ما عرفش يقطع يقطعوه غير بالمقص، باش كي نضيفو في الخليط ما راحش راح يبان. والمعدنوس فيه فايدة. راح نضيفو في الخليط ونخلط، ولا نضرب كامل الخليط هذاك، نخلطوه مليح حتى يتجانسو كاع المكونات في بعضهم. وكل ما نخلطو مليح البيض راح يخلي الفريطوملات تاعنا منفخة وتجي بزاف شابة. راح نضيف في المقله اللي احنا نخدم فيها الفريطوملات، ندي لها شويه تاع الزيت، ما نكثرش بزاف الزيت على خاطر الفريت راهي مقليه والبطاطا مقليه بالزيت، تكون مازلت فيها شويه زيت. راح نحط البطاطا ونسويها كامل في المقله كما راكم تشوفوا. راح نضيف الخليط فوق البطاطا، ولازم تكون نسيون نقيسو كامل البطاطا بالخليط اللي فيه الطو والمعدنوس، فيه الفلفل الكحل وفيه الملح. راح نحطو فوق النار، تكون قليلة، ما تكون قوية وما تكون قليلة بزاف، متوسطة، ونخلوها طيب بغرضها كما راكم تشوفوا. راهي تتقلى غير بالعقل، وخلوها تحمر وتتنفخ. راح نشد حبة تاع البصل ونقطعها رقيقة. اللي يحب ياكل بصل يستعمل بصل، واللي ما يحبش ياكل بصل ما يستعملش. من الأحسن يديروا لها فريطوملات بالطونة يستعملوا فيها البصل على خاطر فيه فايدة كبيرة عظيمة جدا، ويزيد بنة. كما راكم تشوفوا الفريطوملات تاعي راهي تبانت نفخت وباينه باللي راهي طايبه من تحت. راح نقلبها في الصحن، وما شاء الله واحد الحموريه كيفاش حمار، وجات ما شاء الله خبزه تاع الفريطوملات ولا اروع. راح نرجعها فوق المقله تاعها ونخلوها زيت طيب من جهه ثانيه. اللي ياكل الفريطوملات ولا ياكلها نص طياب يخليها كما راهي بلا ما يزيد يطيبها من تحت. بسم الله ما شاء الله. راح ارجعها فوق النار ونخلوها تطيب بعقلها كما راكم تشوفوا. راح نحيها ونرجعها على وجهها تاعها ونقدمها. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، روعه من اروع ما يكون، معشوقه الجماهير في الفريطوملات. راح نزينها بحبيبات البصل، وش نقول لكم، بصحتكم، جربوها وادعوا لنا دعوه الخير. وما تنساوش كما تدعونا بدعوه الخير، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه ودقوا على هذاك الجرس وبارطاجيو الفيديو وديروا لنا الجام 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 الجام. وبالصحه والراحه وسلام.